على الإنسان أيا كان، رجلا أو امرأة، عالما أو جاهلا، غنيا أو فقيرا، حاكما أو محكوما، غنيا أو فقيرا، زوجا أو زوجة، أبا أو أولاد، أيا كان يتخذ لنفسه واعظا من نفسه، أي عمل يريد أن يقوم به، أي كلام يريد أن يتكلم بالنسبة إلى شخص، أي موقف يريد أن يتخذه بالنسبة إلى أمر، أي دور يريد أن يقوم به بالنسبة إلى مسألة سياسية، اجتماعية، اقتصادية، عائلية، أيا تكون، يفكر أنه لو غيره كان في مكانه ويصنع هكذا ويقول هكذا، هل كان جيدا أم لا؟ إن رآه جيدا فليقل وليفعل وليتخذ ذلك الموقف وليقم بذلك الدور، وإن رأى أنه لو كان غيره في مقامه يصنع هكذا، يتخذ هذا الدور، يقوم بهذا الموقف، لم يكن جيدا فلا يصنعه. هذا هو الخلاصة للواعظ من نفسه. فعلى